حديثي أكثر عن البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن النفوذ الإيراني في العراق ومحاولة السيطرة على صحراء أنبار. معنا هاتفيا من إسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أحمد الغانم، مرحبا بكم. وقد ذكرتم في بيانكم أن محاولات إيران للسيطرة على صحراء الأنبار ليست وليدة اليوم، وإنما هي حلم قديم تحاول إيران تحقيقه، ولكن ما أهمية صحراء الأنبار، هذه الصحراء لإيران، حتى تسعى هذا السعي الحثيث للسيطرة عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا فيكم والمشاهدين الكرام. بالنسبة لهذا المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة وخاصة في غرب العراق ليس وليد اليوم، وإنما قبل عامين كان هذا المشروع قد استمر في إيران، وتواجدت هذه الميليشيات في هذه المنطقة الحدودية بين العراق والسعودية في منطقة النخيل، حيث انتشرت هذه القوات في هذه المنطقة وسيطرت على المدارس وأخذتها ملاذا لها ولوضع وجمع السلاح فيها. وكذلك قامت هذه الميليشيات المدعومة من إيران باعتقال المئات من أبناء هذه المدينة تحت ذريعة انتمائهم لداعش، ولحد الآن لم يعرف مصيرهم. حقيقة هذه الميليشيات إيران قامت بتزويدها بصواريخ بلاستية تمكنها من ضرب خصوم إيران في المنطقة، أي أن هذه المنطقة تعتبر أقرب منطقة لاستخدام الصواريخ ضد السعودية، ومنطقة الرياض تقع ضمن مدى هذه الصواريخ. كل هذه الأعمال اللي قامت بها الميليشيات المدعومة من إيران والتي وجدت في هذه المنطقة، الحكومة كانت لها دور في غض النظر عن هذه التحركات، لأن الحكومة لا تستطيع أن تمنع هذه الميليشيات من استخدام هذه المنطقة وضرب خصوم إيران. هذه نقطة. وأن هذه الميليشيات هي جزء مهم وحاسم من المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، وهي إحدى الأدوات التي تستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني، حيث أن الحرس الثوري الإيراني يدعمها ميدانيا من خلال فيلق القدس. ولكن سيد الغانم، عذرا مقاطعة، هذه الميليشيات كما تعلم التي تحاول إيران زرعها في صحراء الأنبار، كما تعلم هذه الميليشيات أنشئت بموجب فتوى الجهاد الكفائي، ولكن الحكومة أعلنت انتهاء الأعمال العسكرية على تنظيم الدولة. إذن هل هناك أي مسوغ لوجود هذه الميليشيات الآن؟ الهدف التوسعي الإيراني في المنطقة حقيقة هو ليس ضد داعش، ضد العمليات مسلحة في هذه المنطقة. إيران لها غاية في انتشار هذه الميليشيات ضمن هذه المنطقة. أولا، سيطرت إيران على عقدة الطرق من اتجاه الخط الدولي لمحاصرة الأنبار، وكذلك محاصرة قاعدة عين الأسد لإدامة الصراع الدولي على أرض العراق. أرض العراق بالنسبة لإيران أصبح قاعدة للانطلاق نحو التوسع الإيراني في المنطقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، إيران تريد الطريق العسكري الممتد من البصرة على الحدود الكويتية السعودية وصولا إلى الرطبة، حتى تكون قاعدة متقدمة إلى الحرس الثوري الإيراني، تستفز بها الدول العربية والعراق أيضا، أهل العراق. وهذا التطور الخطير جاء حقيقة، هذا التطور الخطير جاء بدعم الحكومة وبسبب سكوت المجتمع الدولي. هناك سكوت تام من المجتمع الدولي ومن الدول العربية لعدم التصدي لهذا المشروع الإيراني التوسعي، لأن إيران لها أطماع كبيرة في هذه المنطقة. الميليشيات اليوم أصبحت جيش مدرب على كافة أنواع الأسلحة، وتسعى إيران حقيقة، يعني هذا موضوع مهم جدا، تسعى إيران لتجعل من هذه الميليشيات بديلا عن الجيش العراقي، أي جيش مستقل يتلقى أوامره من إيران، ليس له علاقة بأي جهة داخلية في العراق. وربما زرع هذه الميليشيات الموالية لإيران في هذه المنطقة من الأنبار وهي محاذية للحدود السورية، ربما أيضا هدف إيران للتوسع والتدخل الإقليمي ليس في العراق فقط، ربما حتى في تفاصيل الوضع السوري.
نعم نعم، هي على الحقيقة هدف إيران استخدام العراق نقطة انطلاق كقاعدة انطلاق نحو المنطقة، إلى سوريا، إلى الأردن، إلى السعودية، إلى الكويت، إلى الخليج. نعم. ولهذا أن الحكومة الحقيقة في بغداد لا تملك القدرة على منع الميليشيات من أي دور لها في المنطقة ضد السعودية أو ضد أي دولة أخرى، وذلك بسبب النفوذ الإيراني. أخي، الإيران مسيطر على القرار السياسي في العراق. وسبب آخر حقيقة مهم هو ضعف الحكومة وانقساماته، بحيث لا تستطيع إيقاف أي عمل ضد السعودية أو ضد أي دولة أخرى. طيب تفضل الشيخ الغانم. لأن هذه حقيقة قوة الحكومة الحالية اللي موجودة في بغداد مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مباشرة. هكذا نعم. نعم، وأن أي عمل للميليشيات إذا حصل ضد السعودية فهو حتما بإعاز من إيران وليس من أي جهة أخرى. بإعاز من إيران، وهذه الميليشيات المرتبطة بإيران والتي أوجدتها إيران، سلحتها إيران، أنشأتها إيران، لا تخطو خطوة واحدة إلا بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. إذن هل من المتوقع أن تشهد هذه المناطق الموجود فيها هذه الميليشيات غارات سواء كانت أمريكية أو صهيونية كما تكرر سابقا؟ هو اعتيادي يعني. الآن الأذرع الإيرانية المنتشرة في العراق الحقيقة أمريكا تحاول أن تقطع هذه الأذرع وتعمل على إيقاف نشاطها داخل العراق. وإذا استوجب الحال أنه أي تصرف من هذه الميليشيات ضد أي دولة إقليمية أو جارية للعراق لابد أن يكون هناك رد من الأمريكان ورد من جهات أخرى لضرب هذه الميليشيات. وإيران واعية لهذا الأمر، لكن إيران تستفز القوات الأمريكية وتستفز العراقيين الموجودين في هذه المناطق، لأن هذه المناطق الآن هي نفوذ لإيران، علما ان ايران كانت تحلم سابقا ان تصل الى هذه المناطق، الان هي تسيطر على وهذا بتصريح حقيقه تصريح المسؤولين المحليين في الانبار، يقول ان صحراء الانبار الان اصبحت السيطره الامنيه مفقوده فيها. نعم، وهذا يعني ان الميليشيات المواليه الان تحاول طرح نفسها بديلا للقوات العراقيه في المنطقه، اذن هي مسيطره على المنطقه بالكامل. نعم، النخيب وعرعر ومناطق اخرى. شكرا جزيلا لك عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي من اسطنبول سيد أحمد الغانم.